دا اليوم طبعا جد سعداء كمجلس مدينة الدار البيضاء بالتواجد ديالنا كشريك رسمي لمهرجان الفيلم العربي بمدينة الدار البيضاء في نسخته الرابعة. طبعا جد سعداء أننا غادي نعطيو للدار البيضاء واحد النكهة ديال أسبوع يعني ديال الفن. اليوم هي مناسبة لعروض بعض الأفلام العربية الرائدة طبعا، وغادي تكون مناسبة أيضا باش جل المقاطعات ديال مدينة الدار البيضاء تستفد من هاد العروض. ويعني وأصرينا في هاد النسخة الرابعة على أن المهرجان ما يبقاش غير في مقاطعة المعارف بل يصل إلى العديد من المقاطعات داخل مدينة الدار البيضاء، وطبعا الهدف هو الارتقاء بالمجال الفني داخل مدينة الدار البيضاء. هي فرصة أيضا باش نخليو البيضاوة على أنهم يعني لمسوا عن قرب أعمال فنية مهمة عربية، وأيضا مناسبة باش الدار البيضاء يعني حتى هي يكون عندها مهرجان للفيلم العربي داخل المنظومة الفنية. وطبعا جد سعيدة أننا غادي نلتقيو مع تلة ديال الفنانين جد مهمين في الشأن الفني على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي وعلى المستوى العربي، وهذه يعني ما يمكن إلا تكون بادرة خير. يعني أن اليوم مجلس مدينة الدار البيضاء ما يمكن له إلا أنه يكون مساهم رسمي، وإن شاء الله النسخة الرابعة ولما لا النسخة العاشرة والعشرين إن شاء الله للفيلم العربي بمدينة الدار البيضاء. أنا أحب مدينتي، وطبعا التواجد ديالي وعربون على المحبة لطبعا هذه المدينة الغالية على القلب ديالنا. اليوم تبين على أننا لازم أننا نكون منخرطين كمنتخبون، يعني التواجد ديالي ماشي اليوم غير بوحدي، راه تبارك الله تولى ديال المنتخبين ديال المجلس كلهم كاينين. هذا دليل على أننا بغينا نرقيو بمدينة الدار البيضاء للمستوى العالمي من الناحية الفنية، من الناحية الرياضية، من الناحية الثقافية، وطبعا من ناحية البنية التحتية وغير ذلك. فاليوم عندنا إلمام بجميع المواضيع وكنحاولوا يعني موقع مدينة الدار البيضاء في هذا الفضاء الغني إن شاء الله. والساكنة طبعا هي الأهم وهي المهمة في هذا الشيء كله، فالفرحة ديالهم والتواجد ديالهم اليوم ما يمكن له إلا يحفزنا على أننا نزيدوا من هذه المهرجانات. اليوم أيضا كاينة انطلاقة ديال مهرجان الموسيقى المغربية بمدينة الدار البيضاء، طبعا الدار البيضاء للتنشيط هي اللي كتقوم بها، وهذا طبعا حتى هو خير دليل على اننا يعني بغينا نعطيو المدينة الدار البيضاء هاد النكهه الفنيه وعلى على يعني طول السنه ان شاء الله.